مش جايز الحياة اللي احنا عايشينها مجرد حلم، وجايز نصحى منه في يوم من الأيام نلاقي نفسنا عايشين في الجنة. فخلينا أقولك كلمتين وافتكرهم كويس، بكرة ربنا هيعوضك وهتضحك في المكان اللي بكيت فيه. فاطمن، ربنا قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فتخيل كده انك تكون في عناية الخالق. يا الله، فمهما طالت الأزمات والمواقف مصيرها تمر، وتصحى من حلمك تلاقي نفسك في جنتك. هفضل أقولها دايما اطمن لحد ما تحط إيدك على قلبك وتحس فعلا إنه مطمن.